مشاهدينا الكرام، من الفقرات الجميلة التي أعديناها إن شاء الله في هذا البرنامج أسميناها تفاعل الجمهور. وهنا يتفاعل معنا الجمهور ويظهرون لنا جزءا من فكرهم ووعيهم في خلال هذه الفقرة. سألناهم أن يعبروا عن شوقهم لله عز وجل، فماذا قالوا؟ نشاهد في هذا التقرير. أسرع المشتاقون إلى الله بقلوبهم فقطعوا المفازات، طاروا بأجنحة الشوق ودموع الحنين وألسنة المحبين الذاكرين وأعمال أهل الرضا والمشفقين. رددوا وعجلت إليك ربي لترضى، تقرحت قلوبهم من شوقهم إلى ربهم، فقد قرأوا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يدعون الله بقلوبهم في سجودهم وخلواتهم. وأسألك الشوق إلى لقائك. الشوق إلى الله من مراتب حب الله، فإذا تعلق القلب به عز وجل نام وفرح واستبشر وزهد الدنيا وملذاتها. ويزداد الشوق إلى الله كلما زاد التأمل في عظمة الخالق والتفكير في صفاته سبحانه وتعالى. والعبد المشتاق إلى الله يحرص دائما على إرضاء الله وطاعته وحسن عبادته بأداء فرائضه، بالتقرب إلى الله بالنوافل، بالعمل الصالح، بالذكر، بحب مناجاة وتلذذ إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، وباتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يتجه الإنسان غالبا إذا مر بضيقة حال أو ضيقة حال الدنيا أو حال الآخرة، بمعنى إن ضاقت أموره في الدنيا أو إن ضاق قلبه ولم يتسع وكان بعيدا لفترة من الفترات عن الله سبحانه وتعالى، فيخاطب الله سبحانه وتعالى العباد دائما إما عن طريق الأحاديث القدسية والآيات، وقد تمر على الإنسان أحيانا يكون بعيدا فيها عن الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، يشتاق إلى العودة إليه. لبيك اللهم لبيك. أعزائي المشاهدين، عدنا بعد هذا التفاعل الجميل. زميل إسماعيل، جميل أن يشارك الجمهور في محتوى البرنامج أن يتفاعلوا، وجميل الموضوع الشوق إلى الله. الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله راح يتفاعلوا أكثر، وراح أسألك شيخنا ما رأيك في ما قالوا وشوق الإنسان إلى الله عز وجل خصوصا في هذه الأيام، وربما يكون مترافق مع اشتياق القلب إلى الله عز وجل. نعم، حقيقة الإنسان يشتاق لما يعرف، فكلما كان الإنسان على قدر بالمعرفة بشيء اشتاق إليه بقدر ما يدعو هذا الأمر لقضية الاشتياق. ولذلك ورد في الآية الكريمة قال إنما يخشى الله من عباده العلماء والقول بالقول يذكر، فأنت تخشاه لأنك تعلم يعني قدره، وأنت تحبه لأنك تعلم فضله، وأنت تخافه لأنك تعلم زجره وعقابه. فبقدر معرفة الإنسان بالشيء بقدر ما ينعكس قلبه ومشاعره وجوارحه تجاهه عملا، سواء كان كما يقول رغبة ورهبة ورجاء. ونحن نقرأ أيضا في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا حبا، قال ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين. والله تعالى امتدح المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كان في سورة الحج قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشوق إلى الله تعالى لا شك أنه أمر يعكس المعرفة، أو هو انعكاس لمعرفة العبد بربه سبحانه جل في علاه. والذي لا يشتاق للشيء هو لا يعرفه، هذا أمر طبيعي. بل أنت تشتاق لأمور دنيوية، قد تشتاق حتى لمركب، قد تشتاق لمنزل، قد تشتاق لزوجة حبيبة إلى قلبك، امرأة عقدت عليها تتمنى أن ترتبط بها فأنت تشتاق إليها. ولذلك الشاعر إيش يقول؟ أتيناكم نخب السير خبا ولكم في حشايا القلب حبا. كيف الإنسان يخب السير فيمشي خطوة بعد خطوة مهما كان التعب ومهما طال الطريق من أجل أن يصل إلى محبوبه ومطلوبه؟ فكيف إذا كان المحبوب والمطلوب هو الله جل وعلا سبحانه عز وجل؟ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك.